هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. النهاردة في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة على بعض المناطق والطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على بالسادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن الجو في حالة استقرار بقاله كام يوم، فطمنينا أخبار الجو إيه، وهل هيكون النهاردة في نشاط للرياح أو أي ظواهر جوية أخرى؟ هو طبعا بالفعل يمكن احنا بنعيش حاله من الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه. اليوم كمان هيكون في مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره. اليوم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، عدم وجود اي سحب مؤثره، فده بيؤدي طبعا لاحساسنا بارتفاع قيم درجات الحراره. كمان مصادر السخن الهوائيه قادمه من المناطق الصحراويه، فبتكون مرتفعه في قيم درجات حرارتها خلال فتره النهار، ويمكن ده اللي بيحسسنا بالدفء خلال فتره النهار، خاصه ومع وجود اشعه الشمس الاجواء بتبقى اجواء مائله للدفء في المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه والوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. طقس اسفه طبعا في المناطق الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون طبعا فتره النهار وخاصه مع وجود اشعه الشمس. لكن اول ما اشعه الشمس تغيب وندخل في فترات الليل العكس بيحصل تماما، بيحصل انخفاضات ملحوظه في قيم درجات الحراره، خاصه كمان في ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، هتبقى الاجواء شديده البروده في معظم الانحاء، توصل احيانا لحد الصقيع تتجاوز على المزروعات الموجوده في وسط سيناء، محافظه الوادي الجديد، بعض المناطق كمان من شمال الصعيد، لان درجه الحراره خلال فتره الليل في الاماكن اللي هي ضعيف حراره بشكل كبير زي طبعا شمال الصعيد او وسط سيناء بتنخفض لاقل من 5 درجات. هنلاقي كمان المدن الجديده والاماكن المفتوحه في بروده اكثر او في احساس ببروده اكثر، قيم درجات الحراره الصغرى فتره الليل ما بين 8 و9 درجات، فاحنا لازم نخلي بالنا بشكل كبير من البروده الموجوده فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. وطبعا قلنا استقرار في الاحوال الجويه، الظاهره الجويه المؤثره معانا هي الشبوره المائيه. الشبوره المائيه قد تكون كثيفه في بعض الاماكن او بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وطبعا مع تكون الشبوره المائيه بشكل كثيف بيكون في ساعات الليل المتاخر تقريبا 3-4 الفجر، تستمر معانا حتى سطوع اشعه الشمس، يعني تستمر معانا تقريبا الساعة 8-9 صباحا، وتدريجيا بتبدا تتلاشي مع اشعه الشمس وبتبدا الرؤيه الافقيه على الطريق تتحسن بشكل كبير، لكن بصفه عامه هي مش بتاثر على حركه المرور خلال هذه الايام. الاجواء المستقره اللي فيها ارتفاعات وتحسن في قيم درجات الحراره متوقع انها تستمر معانا على الاقل المختصه في الاسبوع اللي جاي، يعني لحد يوم اللي جاي ان شاء الله قيم درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى بتتجاوز ال 20 درجه مئويه، بزياده لفترات سطوع اشعه الشمس، في هدوء تام في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه، يمكن ده كمان بيؤدي لمردود حلو جدا على حركه الملاحه البحريه على البحرين. البحرين معتدلين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه، احنا بس هنأكد على كل الساده المواطنين مهم جدا عدم ارتداء اشعه الشمس، عدم تخفيف الملابس خاصه فترات الليل اخر فترات الصباح الباكر، لازم نستمر في الملابس الشتويه الثقيله، مهم كمان القياده تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، لان احيانا في بعض الايام هنلاقي كثافتها زادت عن الايام الاخرى، مهم جدا كمان المتابعه الجيده للنشرات الجويه بسرعه. أكيد طبعا. ونشكر حضرتك دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح مهمة جدا من هيئة الأرصاد. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12، في العاصمة الإدارية 22-10، الإسكندرية 21-9، والعلمين الجديدة 20-9، مطروح 20-10، ودمياط 20-10، بورسعيد 21-10، والإسماعيلية 22-9.
في السويس درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10، أما في العريش 20.9، كاترين 11.2، وطابق 21.10، حلايب 21.15، وشلاتين 25.16، شرم الشيخ 24.13، والغردقة 24.13. في الفيوم العظمى 22 والصغرى 9، أما في بني سويف 22.7، الوادي الجديد 23.6، وأسيوط 23.6 أيضا، سوهاج 25.7، وإنا 26.8، الأقصر 27.9، وأسوان 23.6. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة. عودة مرة أخرى لمصطفى وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا هلا، شكرا جزيلا. شكرا.